بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، هناك قضية مهمة جدا يعاني منها معظم الناس وبخاصة الشباب، قضية القلق من المستقبل، الخوف من المستقبل. الحقيقة الظروف التي نعيشها اليوم والتكنولوجيا الحديثة والإعلام الذي يضخ دائما أشياء تخوف الناس تجعل الإنسان في حالة من القلق. يعني مثال على ذلك فيروس كورونا. الإعلام جعل مليارات الناس يعيشون في حالة خوف، مع العلم أنه لدينا آية في القرآن الله تعالى يقول فيها مطمئنا عباده، مطمئنا الناس جميعا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالقضية مفروغة، القضية مكتوبة وانتهت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه الآية تطمئن الإنسان المؤمن أنه لن يحدث إلا ما كتبه الله. إذن لماذا أقلق أو لماذا أخاف؟ فهنا أيها الأحبة، الكارثة التي تقع اليوم ويعاني منها معظم الناس هي الخوف مما سيأتي. فتجد أن الإنسان يخاف من المرض، يخاف من النقص المادي، يخاف من المشاكل التي قد تحصل في المستقبل، يخاف من الحروب، يخاف من عدم الأمان، يخاف من كل شيء يتعلق بالمستقبل. هنا أيها الأحبة، القرآن العظيم يعطينا علاجا رائعا جدا للمخاوف، لأن القرآن فيه آيات كثيرة تقول لنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني مثال على ذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم هؤلاء؟ من هم أولياء الله؟ الآية التالية تجيب، تعرف من هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أنت، هل أنت مؤمن؟ هل أنت تتقي الله؟ تخاف من الله؟ تحسب حساب الله؟ إذا كنت كذلك فيجب ألا تخاف، لأن كل شيء مكتوب. الأسلوب العملي الذي أنا يعني أستخدمه أحبتي في الله لعلاج القلق والخوف، أنه في العقل الباطن أنا غرست منذ زمن طويل أن كل حياتي مقدرة ومكتوبة، وكل حركة سأقوم بها، وكل حادث سيقع معي، كل مرض سأمر به، كل مشكلة سأعاني منها، كل هذا مكتوب. فعندما علمت أن هذا الأمر مكتوب ولا يمكن تغييره اطمأن قلبي. إذا حدث شيء أنا أعلم أنه مقدر من الله. فعندما تقتنع تماما بهذه الآية الكريمة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فهذه يمكن أن أسميها آية الاطمئنان، آية لعلاج مخاوف المستقبل، آية لعلاج القلق. التوتر النفسي الذي يعاني منه كثير من الشباب اليوم أيها الأحبة يقودهم للانحراف، للفاحشة، للمخدرات، لارتكاب جرائم مختلفة. القلق يجعل الحياة تعيسة. يأتي الشاب أو الإنسان لينام لا يستطيع، يستيقظ وهو قلق. الحل بسيط جدا أحبتي في الله، الحل هو أن تقتنع بكلام الله عز وجل، لأن القرآن أصلا نزل ليطمئن المؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي له حديث رائع هنا أحبتي في الله، يقول فيه إن أول شيء خلقه الله هو القلم، فقال له اكتب
قال ماذا أكتب؟ قال له أكتب كل شيء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فأعمال الإنسان مكتوبة أيها الأحبة، مع العلم أنك مخير أيها الإنسان، يعني أنت مخير، لا أحد يستطيع أن يجبرك لا على الإيمان ولا على الكفر، أنت مخير تماما. ولكن في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى حياتك مكتوبة بتفاصيلها، ما ستمر به في المستقبل مكتوب عند الله قبل مليارات السنين، قبل أن يخلق الله الكون. والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث آخر أيضا يطمئن الإنسان القلق، يحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجنين الذي عمره 42 يوما، 6 أسابيع. الله يرسل ملكا إلى هذا الجنين، يعني الجنين في هذه الحالة طوله سنتيمتر، يعني صغير جدا. يرسل الله هذا الملك لينفخ فيه الروح طبعا، ويكتب 4 كلمات، يكتب 4 أشياء خاصة بهذا الجنين، وهذا ينطبق على كل مخلوق على وجه الأرض. كل كائن على وجه الأرض مر بهذه المرحلة، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ما معنى شقي أو سعيد؟ يعني لا يعني أنه شقي في الدنيا أو سعيد في الدنيا، لا، الشقي هو الذي سيدخل النار، والسعيد هو الذي سيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. إذن الشقاء والسعادة هنا تعني المصير، إما إلى الجنة أو إلى النار. طيب، المصير مكتوب نعم، الرزق مكتوب نعم، العمل مكتوب نعم، الأجل الثانية والدقيقة مكتوب. إذن أنا لماذا أحزن؟ لماذا أقلق على أشياء تافهة يعني من حولي؟ افرض أنك فقدت شيئا، أو تخاف أن يحدث معك شيء، تخاف أن يسرق أحد شيء خاص بك، تخاف من شخص يؤذيك، تخاف من المستقبل أن يصيبك مرض وليس معك ثمن العلاج مثلا يعني، وأنت طبعا لا تضمن أن تعيش لساعة، فتفكر بالسنوات التي ستأتي وأنت ربما تموت بعد قليل. إذن هذه الكمية الكبيرة من القلق أيها الأحبة، المشاكل التي تسببها غير المشاكل النفسية، هذا الضغط يسبب مشاكل جسدية أيضا، يعني النظام المناعي للإنسان يكون أقل كفاءة في حالة القلق. ونحن تحدثنا عن دراسة لجامعة هارفارد أثبتت أن الإنسان المتفائل يتمتع بنظام مناعي أقوى بكثير من الإنسان المتشائم القلق الذي يخاف من المستقبل. الخوف من المستقبل، الخوف من الغد، يؤثر أيضا على القلب، بالإضافة إلى النظام المناعي يؤثر على نظام عمل القلب ويؤثر على نظام الجسم بشكل عام. لذلك إذا أردت أن تتمتع بصحة أفضل يجب أن تتفاءل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تفاؤلا، كان أكثر الناس تفاؤلا. يعني مثال في غزوة الخندق عندما حاصره الملحدون والمشركون واليهود واجتمعوا عليه وكل عوامل الخوف موجودة، كان النبي يقول لأصحابه: انظروا إلى التفاؤل أيها الأحبة، من منا يملك اليوم مثل هذا التفاؤل؟ كل عوامل الخوف والرعب موجودة من حوله. غزوة الخندق عندما اجتمع عليه الأحزاب وأرادوا قتله وتدمير المسلمين تماما، قال لأصحابه: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. إنسان محاصر
حفر خندقا لأنه لا يستطيع مواجهة الأعداء، هم أكثر وأكثر عدة وأكثر عددا وأكثر سلاحا. يحدث قومه فيقول لهم: سيبلغ الإسلام، هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. طيب اليوم نحن حسب الإحصائيات الحديثة، اطلعوا على مركز بيو ريسيرش الأمريكي الشهير والأبحاث التي يقوم بها، كل بقعة من بقاع العالم فيها مسلمون اليوم، حتى في ألاسكا، في كل منطقة في العالم لا تخلو من الإسلام فيها مسلمون. فلذلك أخي الحبيب، نحن نريد أن نتفائل كما كان نبينا متفائلا، نريد أن نعلم أن الموت يأتي في لحظة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له حديث مطمئن يقول فيه: كن. ضع هذا الحديث منهاجا لك، كن في هذه الدنيا غريب أو عابر السبيل، كن غريبا أو عابر السبيل، كن مثل إنسان ذهب لمكان، جاء إلى شاطئ البحر لمدة نصف ساعة ليستمتع بهذا المنظر ويعود. هذه هي الدنيا، لا تبالي ما الذي سيحدث معك خلال هذه النصف ساعة. فالدنيا يجب ألا تشغل بالك، الدنيا يجب ألا تأخذ حيزا من تفكيرك، انطلق بأفكارك نحو الآخرة، نحو لقاء الله سبحانه وتعالى الملك القدوس عز وجل. انطلق إلى يعني حلق بأفكارك، وليكن أكبر حلم عندك هو لقاء الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله، النبي جاء مبشرا ونذيرا، وجاء ليطمئننا ويذهب عنا الخوف. من الذي يسبب الخوف والقلق؟ الشيطان. الشيطان أيها الأحبة يريد منك أن تكون خائفا، يريد منك أن تكون قلقا باستمرار، لكي تنشغل عن ذكر الله، عن الدعوة إلى الله، تنشغل عن العمل الصالح. يريد أن يخوفك ليشغلك عن قراءة القرآن، ليشغلك عن أعمال البر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن القلق مصدره الشيطان، ولكن العلم الحديث لا يعترف بذلك. العلم الحديث يعطيك الأدوية ومضادات الاكتئاب ومضادات القلق وغير ذلك، وهذه تزيد المشكلة، بينما القرآن العظيم يحلل لك جذور المشكلة، يعالج المشكلة من جذورها. أي قلق يكون ناتج عن خوف، خوف من المستقبل، هذا هو القلق باختصار. وراء هذا القلق لابد أن تجد شيطانا يوسوس، شيطانا يقول لك: غدا سيحدث غلاء، يجب أن تفكر وتبدأ تحسب حسابات ربما لا تحدث وربما لا تعيش. يعني القرآن العظيم يقول لنا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك القرآن يقول لك: سلم الأمر لله واترك الأمور تمشي كما أرادها الله، لأن الملك معك. أنت مما تخاف؟ تخاف من عباد فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الخوف يجب أن يكون من الملك سبحانه وتعالى، من الملك الجبار عز وجل. لذلك القرآن العظيم أخي الحبيب هو اطمئنان للقلب. فالاستماع للقرآن وتدبر هذه الآيات التي تبعث الراحة والطمأنينة في النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبمجرد أن يأتيك طائف من الشيطان يمسك،
مباشرة يجب أن تتذكر وتذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تتذكر كلام الله، تتذكر وعد الله لك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك نجد المؤمن الذي فهم القرآن وعرف من هو الله وتعلق قلبه بالله عز وجل من أكثر الناس بعدا عن الخوف والقلق. المؤمن لا يقلق إلا طبعا بشكل قليل جدا، لأن الخوف غريزة موجودة في الإنسان وضعها الله لحماية الإنسان. يعني آلية الخوف التي تحدث لدينا نحن البشر ولدى الكائنات طبعا هي سلاح زودنا الله به لنتجنب المشاكل، نتجنب الشر. عندما نتعرض لموقف معين نخاف من يعني مثلا طفل عندما لا يخاف من الحرارة يمكن أن يحرق يده، لا يخاف من الماء يرمي نفسه في الماء. فعملية الخوف أو غريزة الخوف وضعها الله في قلوب الكائنات لحمايتهم، لتحميهم من الهلاك. ولكن هذه الغريزة لا يجب أن تبقيها كغريزة حيوانية، لا، يجب أن تنظمها، يجب أن تخاف من الله، من عذاب الله، تخاف من الذنب. يعني اليوم نحن انعكست الآية، نحن نخاف من الغلاء أو الوباء أو المرض ولا نخاف من ذنوبنا. ينبغي عليك أخي الحبيب أن تخاف من ذنبك، إذا ارتكبت ذنبا خاف، خف الله سبحانه وتعالى. إذا قصرت في حق الله، إذا ظلمت إنسانا يجب أن تخاف. إذا تكلمت بكلمة سيئة على إنسان يجب أن تخاف، لأن هذه الكلمة قد تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله، موضوع الخوف والقلق والمخاوف التي تنتاب أحدنا من المستقبل علاجها سهل جدا. سألخص لكم بكلمات قليلة جدا. أول شيء أخي الحبيب، يجب أن تكثر من قراءة القرآن، ويفضل أن تحفظ بعض الآيات وتكررها كلما أحسست بالخوف. يعني هناك آية عظيمة الله تعالى يقول فيها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية يجب أن تكون قانونا لك في حياتك. فعندما تعلم أنك أو أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، وأن هذا الضر لن يكشفه إلا الله، عندما تعلم أن هذا المرض لن يكشفه إلا الله، عندما تعلم أن هذه المشكلة التي أنت فيها لن يكشفها إلا الله عز وجل، لن يرزقك إلا الله، لن يغنيك إلا الله، لن يصرف شر فلان وفلان عنك إلا الله عز وجل، عندما تصبح هذه القضية عقيدة لك سوف تكون سعيدا جدا، وليس هناك أي داعي للقلق أو الخوف. الآية الكريمة من سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه آية مهمة جدا ينبغي أن نحفظها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مهمة جدا أخي الحبيب أن تحفظ مثل هذه الآيات وتكررها وتستحضرها في حالة الخوف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه الآية أيضا يجب أن تحفظها. هناك آيات تمنحك الفرح، لأنك إذا أردت أن تعالج الخوف والقلق يجب أن تستبدله بالفرح.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هناك عقيدة يجب أن تغرسها أيضا في داخلك، أن تعتقد أن كل شيء مكتوب وكل شيء كتبه الله عليك، ويجب أن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويجب أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله، إلا ما قدره الله. وبالتالي أنا الآن في ظل هذه المعرفة، لماذا أخاف من الغد؟ لماذا أخاف من مرض معين؟ أنا أعلم أن هذا المرض موجه بأمر الله، لا يصيب إلا من كتب الله له ذلك. فإذا كان كل شيء مكتوب لماذا أتعب؟ فهذه القضية أخي الحبيب يجب أن تهتم بها وتعتقد أن الله موجود. قوي علاقتك مع الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي سيغرس في نفسك الطمأنينة. وتذكر دائما هذه الآية الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أولياء الله، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.